خلينا نعرف أكتر عن جرثومة المعدة وتفاصيل أكتر من دكتور محمد منيسي استشاري أمراض البطنة. أهلا بحضرتك يا دكتور ويوم سعيد. أهلا بيك حبيبتي، كل سنة وأنتم طيبين وحضرتك بالصحة والسلامة. دكتور، يعني أحيانا بتحصل أعراض كده في المعدة بعد تناول بعض الوجبات سواء من خارج البيت أو من البيت، ازاي افرق ما بين ان ده عرض عادي وازاي اقول ده جرثومه معده واروح اعمل التحاليل المتعلقه بيها؟ لا، بنسبه 90% اذا مباشره بعد الطعام ده ملوش علاقه بجرثومه المعده. جرثومه المعده بتصيب 50% من سكان الكره الارضيه منذ فجر التاريخ، بتصيب الاماكن اللي فيها يعني فقر وعدم نظام، ويعني هنلاقيها في دول اقل نهضه وحضاره. يعني حضرتك تقصد ان طريقه الحياه جزء وسبب رئيسي هي اهم جزء من الموضوع. الناس اللي هي عايشه على ترع وما عندهاش ميه في البيوت، الصرف مش منضبط، يعني خلاص اللي هي العصور الوسطى، مش الحاجات اللي موجوده في مصر زي عندنا. لكن في جزء تاني موجود اللي هي الغذاء اللي هو مش تم تحضيره بشكل مش مظبوط، زي اللي هو بيقول انا هجيب جبنه فلاحي. الالبان هو اكبر مصدر للجرثومه، اذا كانت البان غير معلبه، اذا كانت البان فلاحي، اذا كان تم تحضيرها بالجزء، وحتى لو تم غلي اللبن وتعريضه للحراره بشكل، لا لو تم غلي اللبن هيبقى كويس. عشان كده بنقول الالبان اللي جايه لنا في علب يعني محفوظه بشكل، لا انا اقصد حضرتك بتتكلم على انواع الالبان اللي هي اللي بنقول عليه السايب يعني، او الفلاحي زي ما حضرتك قلت، اللبن السايب والجبنه السايبه، حتى الجبنه اللي احنا هنجيبها من البقال لان هي بتتعرض انها موجوده على بتتقطع على رخامه، تعرضت للعاب اللي بيتعامل معاها. الاجراء ان في حد بيتعامل مع الطعام بتاعنا ده جزء من الموضوع، اللي هي يعني فكره طريقه الاعداد والعرض تفرق. والعرض بالظبط. يعني هي معديه يا فندم جرثومه المعده دي ولا حضرتك تقصد؟ جرثومه المعده معديه طبعا، بس لازم يكونوا الافراد عايشين مع بعض في مكان كراود، بياكلوا من نفس الكوبايه بدون غسيل لفتره مش قليله، يعني مش النهارده رحت زرت حد كلت عنده هيجي لي الجرثومه لو هو مصاب بجرثومه، لا هي عايزه اعاده تكرار، يعني الكتله الجرثوميه للاصابه عشان امرض بتاخد كتلة رقم من عدد الجراثيم كبير، مش رقم بسيط، مش رقم صغير. طب هي ايه اعراض جرثومة المعدة؟ ملهاش اعراض الا لما تعمل مرض محدد زي قرحة المعدة، زي التهاب الاثنى عشر، زي الاورام بعد بقائها داخل الجسد لفترة طويلة. لكن ما ينفعش حد يقول انها بتعمل ارتجاع مريء، الكلام ده مرفوض وكلام هراء تماما. الشفاء من جرثومة المعدة قد يزود الحموضة مش العكس. الشفاء من جرثومة المعدة قد يزود الحموضة. طب معلش وضح لنا النقطة دي يا دكتور، يعني ايه هي ما بتعملش ارتجاع مريء والشفاء منها يزود الحموضة؟ وهي في ناس بتقول كمان ان هي بعد ما بناخد او يتلقى المريض منها العلاج ممكن تعود مرة اخرى، فالكلام ده دقيق ولا لا؟ هي ممكن تعود مرة أخرى، ده حقيقة، ممكن نتعرض لإصابة مرة تانية. بس غالبا بنفس نوع الاسترين الموجود، هي في منها أنواع كتير جدا. لا يصبنا منهم غير نوعين فقط اسمه فاج وكاج، والنهاردة بيتعمل لهم تحليل اسمه اتش بايلوري لاين تيست فور فاج اند كاج. باقي أنواع الجرثومة لا تمرض البشر. طب امتى يا فندم امتى تبدا انها فعلا الاعراض اللي هي تسببت لي فيها في مرض معين لا قدر الله لاي حد، امتى اقول ان ده كاعراض بالنسبه لي قبل الكشف؟ ازاي الانسان يعرف ان هو مصاب او في اعراض معينه؟ الانسان مش مطلوب انه يعرف، لا الانسان مش هيعرف، الانسان بنسبه 90% هيروح يعمل تحليل بالصدفه هلاقي جرثومه معده. هل هي تتعالج ولا لا؟ في الحاله دي بنعمل تحليل اسمه اتش بايلوري لاين تيست فور فاج اند كاك، ومش كل الناس بتعمله. في الحاله دي هو لازم يتعالج، لكن ان انا اقول عندي شعور بالامتلاء، انتفاخ، الم في البطن، لا ما اقدرش اقول ان الجرثومه سبب. بس ده يعني لكن لما بروح يعني ابسط الكلام مع الدكاتره، اول ما تقول له انا معدتي مش عارف فيها كذا وعندي حاسس بارتجاع وحموضه ومش عارف ايه، اعمل تحليل جرثومه المعده، ده اول حاجه بيطلبها منك الدكتور. هي طبعا ده جزء من الطب، ده كلام مش غلط.
عشان لو عندنا انها موجوده بنتعامل معاها، بنقلل من حجم المشاكل اللي بيتعرض لها المريض. ممكن تكون علاجها يا فندم بقى بيكون ياخد وقت قد ايه؟ صعوبه العلاج متوسط العلاج من اسبوع 10 ايام ماكسيمم 14 يوم. دي مجموعه بروتوكولات موجوده محدده بشكل محدد. هتاخدها هنشفى، مش هتاخدها مش هنشفى، لكن ان احنا نقول ان الجرثومه لها اعراض محدده ده كلام. طب امال ازاي الواحد يقي نفسه منها علشان فكره انه ما يوصلش لمرحله الامراض الاخرى اللي حضرتك تحدثت عنها؟ يعني فكره ان تعمل قرح في المعده، فكره ان لا قدر الله توصل لمرض صعب، يعني ازاي الواحد يقي نفسه منها؟ يعني هو يقي نفسه ان هو يتجنب التعرض للاكل الملوث بشكل عام، مش بس للجرثومه، لانك لو هتاكلي اكل ملوث فيه جرثومه ممكن يبقى فيه تايفود، ممكن يبقى فيه بروسيلا، ممكن يبقى فيه انواع اخرى من البكتيريا اللي بتسبب لك نزلات معويه، ممكن حاجات فيروسيه زي فيروس الف. فالنمط الهيجين الطبيعي اللي هو العمل التغير في عادات البشر الى النظافه، زي ما كنا ايام كورونا تعودنا ازاي نتعامل بشكل في حرص اكتر لتقليل نقل العدوى. يعني هنا المفروض يبقى في جانب توعوي اكتر بالنسبه للناس في الجزئيه دي تحديدا. هل ده جزء مهم جدا. هل في فئات عمريه يا دكتور ممكن يكون دايما عليها احتماليه الاصابه؟ هم الاصغر سنا، الاصغر سنا اللي بيلعبوا في الشارع، اللي بيلعبوا في ترعه، اللي بيلعبوا في، اللي بياكلوا من ايد بعض. الاطفال الصغار هم الاكثر عرضه للاصابه. طيب. لكن هل هم هيتعرضوا للمضاعفات؟ الاجابه لا، المضاعفات لما يكبروا هنلاقي عندهم مشكله اكبر. هم يعني هي ممكن تفضل كامنه كده في المعده لحد ما تعمل مشكله قويه. طبعا هي لازم تقعد فتره طويله، لان مش اول ما هيجي لك جرثومه هيجي لك قرحه معده، مش اول ما هيجي لك جرثومه هيجي لك قرحه اثنا عشر، مش اول ما هيجي جرثومه هيجي لنا سرطان في المعده. الناس اللي بتعاني باستمرار من ارتجاع في المريء، من حموضه، من مشكلات في المعده، وتاخد دواء الجرثومه وتعمل التحليل يطلع سلبي او ايجابي وبرضه تاخد الارتجاع ليس له علاقه بالجرثومه. الارتجاع ده ثمان اسباب في الطب معلومين بشكل محدد، يا اما ضعف في العضله، يا اما فتق في الحجاب الحاجز، يا اما ارتجاع عصاره مراريه، حاجه اسمها بيليري ريفلكس يخلي العضله تفتح اللي هي ما بين المريء وما بين المعده، يا اما في زياده في افراز الدهترين نتيجه البنكرياس، يا اما الشفاء من جرثومه المعده، او انا متعود اخد دواء زي عائله البي بي اي، البانتوبرازول، كل هذه الادويه وقفها مره واحده، يا اما عندي امراض في المريء نفسه بتديني نفس الاعراض، حاجه اسمها التهاب المريء الايزينوفيلي، حاجه اسمها اكاليزيا بدون حموضه حقيقيه. تمام. او ده اللي هيكون يعني ممكن يعمل اشتباه، فلازم يكون الحاسم هنا هو التحاليل. ده تقول ارتجاع؟ لا، دي اسباب الارتجاع ملهاش علاقه بالجرثومه. طب ده يودينا يا فندم لفكره ان احنا بنتكلم هنا عن حاجه تراكميه مش هتظهر لحظيا ما بعد الاصابه، والتحليل هو اللي بيبرزها، والتراكم بتاعها هو اللي بيأذي على المدى البعيد. ده يودينا ربما لثقافة ان لازم يكون في بشكل دوري فحص اعمله تحاليل حتى ولو عدم ظهور اعراض. هل الثقافة دي موجودة في مصر بالدرجة الكافية؟ ابتدى يبقى فيها هذه الثقافة مصر، ابتدى يبقى فيها نوع من الوعي. مصر عملت، نجحت بشكل غير مسبوق في الاداء بتاع حملة 100 مليون صحة، وعملنا خريطة طبية لمصر في قصة القضاء على فيروس سي، نجاحات انت خدت بيها إشادات دولية من منظمة الصحة العالمية. فانت الأداء المصري الحقيقة في عالم الصحة في العدة سنوات السابقة ده أداء غير مسبوق، أداء دولة عظيمة بمعنى الكلمة. يعني اللي حصل والطفرة اللي موجودة في عالم الصحة في مصر ده شيء عظيم. الجزء اللي ورا ده ان كان في توعيه، السيدات اللي هي اقدمت على الكشف المبكر عن الاورام ده ما كانش موضوع سهل على فكره. انك تقنع سيده بهذا الامر متوسطه التعليم، انا ممكن اقنع حد متعلم. لكن مش من السهل ان انا اقنع ناس كتير جدا من القرى، وده كان يعني عمل مسح، وده اشاد بمنظمه الصحه العالميه. يمكن مجانيه كمان الكشوفات دي شجعت ايضا يا دكتور. يعني بالفعل بالفعل في دوله، في نظام، في حاجه تمت، في رؤيه كانت واضحه خدنا بيها اشاده عالميه. سيبك من الاداء اللي احنا قاعدين النهارده وانا بقوله لك كده بنقوله في لقاء سريع، لا، الاشاده العالميه والاشاده الصحف العالميه فوربس
ورايتر اشادت بهذا الامر، لا ده شيء ما كانش. وبلومبرج يعني ايضا بنتمنى الصحه والسلامه للجميع. شكرا جزيلا دكتور محمد منيسي استشاري امراض البطنه على وجود حضرتك معانا وعلى المعلومات اللي حضرتك قدمتها لنا فيما يخص جرثومه المعده وفيما كمان يخص بعض الامراض المتعلقه بالمعده. يومك سعيد دايما ومنورنا دايما في يوم سعيد. نروح بقى فعلا ان مهم جدا مساله الكشف الدوري، الدوله ليها مبادرات واحنا كمان لازم ان احنا واحد لازم ياخد باله من صحته بصراحه. هو البعض بيكسل يقول لك والله انا كويس انا ما فيش حاجه وبتاع، بس واضح جدا اهو من المعلومه اللي طرحناها مع بعض وكلنا عرفناها ان حاجه زي جرثومه المعده نص سكان الموضوع العالم تراكمي. نص سكان العالم عنده جرثومه وماشي بيها وقاعدين